عندنا النية، الإسلام اشترط النية، إنما الأعمال بالنيات. ولكن الفقهاء لم يقفوا عند ظاهر الحديث هكذا، قالوا ما معنى النية في الصلاة؟ البعض يقول إنه ينوي فقط أنه سيصلي، يصلي ويحدد إن كان سيصلي ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. لكن بعض الفقهاء من المالكية خصوصا يقولون ليس الأمر مقتصرا على هذا الجانب، بل يجب عليه أن يعلم، أن ينوي الحركات ويعرف مقدارها ونسبتها من تلك الصلاة. فحركات الصلاة وأفعالها ليست على درجة واحدة، منها ما هو واجب، منها ما هو مندوب، منها ما هو استحب. فعن أي طبعا هذه نية العلماء حينما يصلون، العالم حينما يصلي ليس كمن يصلي وهو لا يعرف إلا أنه بدأه افتتح الصلاة بتكبير بإحرام انتهى بسلام، بل هو واع بالسنن فيها وواع كذا. وهذا ذكره كما قلت لكم بعض العلماء، ربما يكون فيه تضييق على الناس، ولكن فيه على الأقل استحثاث للناس أن يجدوا في طلب العلم. وهذا هو الذي كان يجعل الناس دائما حلقا في الدروس، لهم دائما كانوا يجدون في هذه الدروس، في هذه المساجد شيئا يفيدهم في دينهم وفي دنياهم. إذن هذه صفة وميزة في الإسلام، أنه دين ملتحم، ملتحم بالمعرفة. وحينما يتعلق الأمر بالدين والحديث في الدين، أي نحن محتاجون إلى المعرفة عموما، وحينما يتحدث الأمر، يتعلق الأمر بالحديث في الدين، فالدين شيء خاص، الدين وضع إلهي ليس وضعا بشريا. نحن حينما نقول بما نقول به من الفقه، نقول إنما نحاول أن بحسب الجهد البشري أن نعبر عن مراد الله من الناس. هكذا يريد الله من الناس أن يصلوا، هكذا يريد منهم أن يصوموا، هكذا يريد. وحينما كان الشاطبي يذهب بعيدا في تصوير هذه المهمة ويقول إن العالم في قومه كالنبي في أمته، وهذا مكتوب موجود في 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 لدى الشاطبي في الموافقات. جاء أناس أصبحوا يستكثرون على العلماء أنهم يقال عنهم إنهم موقعون عن الله. قالوا لا نقول إنهم موقعون عن الله، عمن يوقعون؟ هم يستمدون معرفتهم وأصلهم الأصيل ومصدرهم هو من القرآن والسنة، فهم يوقعون ويبينون مراد الله، إنهم لا يتحدثون عن نفوسهم. ولذلك كل العلماء كانوا إذا قالوا بكلام كانوا يقولون هذا الذي نقول به اعرضوه على كتاب الله وسنة رسول الله، فما خالف فألقوا به واضربوا به عرض الحائط، بمعنى أنهم متبرئون منها. طبعا هم يفهمون، العقل له دور كبير في فهم النصوص، في إخراج العام من عمومه، في التخصيص، في أشياء كثيرة، ولكن المستند والمركز دائما هو الوحي، هو القرآن والسنة. ولذلك لا يكون العلماء إلا كذلك، إلا موقعين عن الله، لأنهم لا يتحدثون عن ذواتهم، إنما يتحدثون عما فهموه من النص الشرعي.